بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا بيكم. هنبدأ بقى من النهاردة نرسل لكم فيديوهات حلول امتحانات الشهادة الثانوية في مادة الكيمياء للعوم السابقة، ومعاها نموذج إجابة الوزارة، بحيث إن أنت برضو إيه تاخد فكرة عن طريقة تصحيح وطريقة تقدير الإجابات. الكلام ده خاص بطلبة اللغة العربية واللغات. الحلول الخاصة بطلبة الشهادة الثانوية في مادة الكيمياء عربي ولغات كيمستري. النموذج مفروض في نموذج باللغة العربية ونموذج باللغة الإنجليزية. بالنسبة لطلبة اللغات بيبقى نزل لهم طبعا ايه البوكلت عربي وانجليزي. خلصها واعرف بعد كده ايه نتيجتك واعرف اخطائك، بحيث ان انت ايه ما تضيعش وقت كتير في الامتحانات دي، علشان انت عندك مواد كتير اخرى. الفكرة كلها ان انت بتتدرب على نموذج الامتحانات ايه الجديدة السريعة. وطبعا انت لقيت عندك اخطاء، بتعرف اخطائك، النموذج بيطلعك الاخطاء، اعرف اخطائك وحاول تعيد الامتحان مرة تانية لو عندك اخطاء في وقت لاحق. لو ما عندكش اخطاء يبقى انت كده تمام. تابع حل الامتحانات باستمرار، كل يوم تقريبا هننزل لك امتحان. بس انت ايه اهم حاجة ركز كويس ونظم وقتك، علشان اهم حاجة تنظيم الوقت في هذه الفترة. والطالب اللي يقدر ينظم أفكاره ووقته هو اللي هيحصد أعلى الدرجات. وبنتمنى ليك وإن أنت تكون استفدت من هذا النموذج، وتابعني غدا في الفترة القادمة حتى الامتحانات، بداية الامتحانات، كل يوم نموذج شامل على الكيمياء الثانوية العامة النظام الجديد. معظمهم بيحل باللغة الإنجليزية. تابع معايا، وفي كل فترة كل يوم او يومين هنزل لك ايه حلول امتحان من امتحانات الايه الخمس اعوام السابقه، لعله يكون مفيد بالنسبه لك. شوف الحلول وطريقه الحل. وطبعا دلوقتي زي ما انت عارف احنا مش عايزين ايه اجابات طويله، كل المطلوب اجابات مختصره. وطبعا معظم الامتحان زي ما انت عارف ايه اختر، بس في اسئله بدرجتين وفي اسئله بدرجه، فانت ركز كويس. طبعا الامتحان النموذج ده هتلاقيه 45 سؤال، لا من اول السنه دي بقى انت هتلاقي ايه عدد الاسئله اختلف، هتلاقيه 50 سؤال. فطبعا ايه وفي اسئله طبعا مقالي اسئله اخطر، فانت طبعا ايه حاول تستفيد من الاسئله ونظام الاسئله. ماشي، وتابعني باستمرار، ولو عندك اي سؤال ابعت لي في التعليقات. وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعد ما تدوس على ارسال وتجيلك النتيجه وتعرف اخطائك، حاول تعيد الامتحان مره تانية وتشوف النقط اللي وقفت معاك وراجعها. وفي الاخر بتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.